بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو نقول لكم هل البيض يقوي العظام ولا ليس يقوي. هنشرح لكم في هذا الفيديو بالتفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو. قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل غريب. ويلا بينا نبدأ الفيديو وما نطولش عليكم. طبعا أول حاجة يحتوي على نسبة عالية جدا من الكالسيوم، يعني البيض ده بيحتوي على نسبة عالية جدا جدا من الكالسيوم، كما يحتوي برضو على نسبة عالية من البروتينات، البروتين نسبة عالية من البروتين والحديد، يعني يوجد برضو فيه نسبة عالية من الحديد وبعض الفيتامينات، يعني يوجد فيه برضو فيتامينات عالية ونسبة من المعادن. كما جسمك بيحتاج البروتين والحديد والفيتامينات والمعادن، ولكن البيض ده فيه كل هذه الحاجات المهمة التي بيحتاجها جسمك. وطبعا هو مفيد للعظام ويقوي العظام جدا جدا وبيقوي جسمك بشكل كبير وواضح. وبس كده هنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.